نطمن بشكل اكبر من زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد في مران الفريق صباح اليوم. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على استعدادات الاهلي لمباراه الترسانه في ظل الكلام الكتير اللي حوالين الفريق خلال المرحله الحاليه، فبالتالي الجمهور عايز يطمن يا كريم بشكل كبير. انا طبعا يعني مش هطول على كلامك، انت عارف طبعا امير مباراه الكاس بيبقى ليها حسابات خاصه فنيا وايضا كمان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ويمكن اكدنا اكتر من مره بنقول الرغبه موجوده، لكن في مباراه الكاس لابد يكون الدوافع موجوده اكتر بشكل كبير، الرغبه تكون متواجده اكتر لعيبه النادي الاهلي، لان المفاجات وارده بشكل كبير جدا في بطولات الكاس، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. والاهم الميزات يعني لعيبه او ميزه في لعيبه النادي الاهلي الفصل التام، وممكن لعيبه النادي الاهلي بتفصل نفسها بشكل كبير جدا، عندها هدف واحد، التركيز في المستطيل الاخضر، التركيز في كل مباراه، كل مباراه بيكون ليها ظروفها، سواء للعيبه النادي الاهلي الاصابات الغيابات، الاصابات يمكن مؤثره بشكل كبير جدا، والايقافات كمان يمكن عندنا السوليه وامين اشرف كمان هيكونوا لاعبين على المباراه القادمه لثلاث انذارات، زي ما انت قلت كمان رامي ربيعه بنفتقده، واحد من اللاعبين المميزين جدا اللي كنا بنتمنى ان شاء الله رامي يكون متواجد الفتره القادمه وتحديدا في مباراه الوداد، لكن يعني خلاص بقى نقدر نقول المتواجد ان شاء الله باذن الله يكون الجهاز الفني يقدر يعمل توليفه مميزه يخوض بها باقي المباريات المتبقيه من بطوله الدوري العام، وتحديدا بقى مباراه الترسانه ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل الظروف كده تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. النهارده يمكن كان التدريب مغلق تماما، يعني الجهاز الفني بقياده ريني فايلر اغلق التدريب تماما النهارده، التدريب كان المفروض يكون 9 صباحا لكن كان في محاضره مطوله، النهارده بدا التدريب 10 صباحا كويس. كان في بعض فقرات البدنيه بالنسبه لمستر توماس مخطط الاحمال وتقسيمها يمكن في نهايه المران، هي دي الشيء اللي حابين نتكلم عليه لانه كان واضح التركيز الكبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، يمكن التقسيمه يعني استغرقت لمده 25 او 30 دقيقه، لكن كان في واضح الجديه، كان واضح الحماس، واضح ان لعيبه النادي الاهلي عندها رغبه كبيره جدا وامل كبير واهتمام كبير تحديدا في مباراه الترسانه، يمكن ده بتدي اشاره كبيره جدا لان الجمهور لما بيشوف الجديه والحماس والاصرار بيبقى عنده امل كبير ان الفتره اللي جايه نشوف نفس الاداء المميز ده جدا في البطوله الافريقيه وهي مباراه الوداد. محمد محمود كمان النهارده يمكن شارك بشكل مميز جدا في التقسيمه، ودي كمان حاجات من الاشياء اللي بتطمننا بشكل كبير، يعني بنتمنى بقى قبل نهايه الدوري ياخد اي يعني وقت كده في المباراه القادمه، واحد من العناصر المميزه جدا وغير كتير الفتره اللي فاتت، لكن بشكل عام اقدر اقول لك الحمد لله التدريب النهارده كان يعني جرعه تدريبيه قويه لفريق النادي الاهلي، وغدا بقى ان شاء الله يكون التكتيك الاخير ومباشره الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الترسانه. حاله وليد ايه بالظبط يا كريم؟ هل فتره الغياب ممكن تكون طويله لا قدر الله، ولا هو بس هيغيب عن مباراه الترسانه؟ يعني طبعا انا هكلمك على وليد سليمان، يعني زي ما قال كابتن سعد عبد الحفيظ قال ان هو هيكون متواجد في التدريب اليوم، لكن النهارده كان في الام بسيطه جدا عنده وليد، انت عارف طبعا يعني حرص الجهاز الفني والطبي على لعيبه النادي الاهلي ما يكونش في اي الم، وتحديدا وليد سليمان واحد من العناصر المميزه جدا ومشاركته بتكون فعاله بشكل كبير، فيمكن في تحفظ بس على ان هو يكون متواجد في مباراه الترسانه، لكن يعني باكد لك ان شاء الله عقب انتهاء المباراه يوم الخميس بشكل كبير هيكون راحه لفريق النادي الاهلي، يبدا يخش يوم الجمعه ان شاء الله التدريبات بشكل عام استعدادا للمباريات المتبقيه، لكن حالته الحمد لله وليد يعني مفيش حاجه عضليه قويه جدا هي الكدمه بس مأثره عليه، لكن ان شاء الله يكون جاهز باذن الله مع لعيبه النادي الاهلي الفتره القادمه. ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد في مران اليوم المران الصباحي للفريق الاول لكره القدم، واللي طمنا بشكل كبير على كل استعدادات الفريق لمباراه الترسانه، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال هذه المباراه ولما هو بعد مباراه الترسانه كمان.